تعزيز القيمة المحلية المضافة لقطاع النفط والغاز مطلب وطني قاد هؤلاء المسؤولين للنظر فيه كونه مؤثرا في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. هذا برنامج في غاية الأهمية، وكما هو معروف فإن قطاع النفط من أهم القطاعات، وخاصة مع الاكتشافات الجديدة اللي عرفتم عنها في قطاع الغاز. فقطاعي النفط والغاز سيستمروا مؤثرين إيجابيين في الناتج الإجمالي المحلي. ما يعنينا الآن في هذه المرحلة من خلال هذا البرنامج اللي شاهدتوه هو طبعا زيادة القيمة المحلية المضافة، وهذا يفتح فرص عمل جديدة. وزارة النفط والغاز أكدت بأن استراتيجية القيمة المحلية المضافة التي ستنفذ خلال المرحلة القادمة تتضمن 53 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليار دولار، حيث من المتوقع أن توجد 50,000 وظيفة عمل. الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها إن شاء الله خلال السنوات حتى العام 2020، وتضمنت 53 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 64 مليار دولار. هناك حقيقة فرص كبيرة يجب الاستفادة منها داخل البلد. هذه الاستثمارات من المتوقع أن تخلق فرص عمل في حدود 50,000 فرصة عمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع. تطوير حقلي خزان ومكارم للغاز الذي وقعته وزارة النفط والغاز مع شركة بيب البريطانية بقيمة تزيد على 16 مليار دولار ستغير ملامح الخارطة الاقتصادية في البلاد عبر رفع الناتج المحلي الاقتصادي في ظل الطلب المتزايد على الغاز من قبل المصانع والشركات المحلية والعالمية. تم التوقيع مع شركة بيبي على تطوير حقل خزان ومكارم، وبقيمة استثمارات تزيد على 16 مليار دولار. هذه الاستثمارات ستضخ في الاقتصاد الوطني، ومن شأنها طبعا أن أيضا تعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني وتخلق أيضا كثير من الأنشطة الاقتصادية. معطيات جديدة وحسابات جذرية نحو ناتج محلي أفضل، هذا ما أكده مؤتمر القيمة المحلية المضافة. ما زال الاقتصاد الوطني في السلطنة يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز في ظل مناداة الاقتصاديين بأهمية تنويع مصادر الدخل. فارس بن جمعة الوهيبي من فندق قصر البستان